على فكرة موجود بالعالم أكثر من 1200 نوع من النمل، والنملة فيها تحمل ما يوازي أكثر من وزنها بعشرين مرة، وبعض الملكات بتعيش لفترة طويلة وبتقدر تجيب ملايين الأولاد، وأجنحة الملكات بتسقط وقت يبلشوا قبيل جديدة. النمل ما عندهم دينين ليسمعوا، فهن بحسوا اهتزازات الأرض بإجريهم، كما وأنه ما عندهم رواية ليتنفسوا، الأكسجين والديوكسيد الكربون بفوتوا وبيظهروا من فتحات موجودة على كل جسمهم. والنمل موجود على كل قارات العالم ما عدا أنتاركتيكا.